السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. الأبراج مجرد تسالب، ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. أحبتي، يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. مواليد هذه الأبراج هم الأكثر قسوة، احذروا استفزازهم، إن القسوة من الصفات التي يصعب التعامل معها، فالشخص القاسي من الممكن أن يجرحك ويعاملك بشكل عنيف كأنه لم يعرفك يوما، الأمر الذي يخلف وراءه الكثير من الدمار بداخلك. وإليكم أكثر الأبراج قسوة لتأخذوا حذركم أثناء التعامل معهم. برج العقرب. نصف مواليد برج العقرب يمتلكون أكثر القلوب قسوة، فهم ليس لديهم أي مشكلة في جرح أي شخص طالما هذا الأمر في مصلحته، كما أنهم لا يظهرون أي تعاطف مع أحد، خاصة عند قولهم لعبارات جارحة أو صادمة أو تصرفهم بقسوة. برج الكتف. دائما ما يلمح مولود برج الكتف بأن لديه الجانب المظلم في شخصيته، وهذا الجانب هو قسوته التي ما إن يحدث ما يستفزهم، حتى تجد هذا الشخص الدبلوماسي الهادئ ضرب بكل مبادئه عرض الحائط، ويتحول لشخص قاسي لا يفكر سوى في جرح من أمامه والانتقام منه. برج الحمل. أما برج الحمل فهو شخصية قاسية من حيث استخدامه للعبارات القاسية حين يصابون بالغضب أو حين يتعلق الأمر بالمنافسة، فهو فيما يخص التحديات لا يملك أي شفقة تجاه أي أحد، لذلك في حالتهم الطبيعية لن تشعر بوجود هذه الصفة في طباعه. برج الأسد. وأخيرا مولود برج الأسد، الشخصية التي تملك كاريزما عالية ومن الصعب ألا تقع في حبهم، ولكن ما إن يتعرض لموقف مثل التقليل من احترامه أو خصامه مع أي شخص، ستجد أمامك شخصية شديدة القسوة قادرة على تحطيمك من دون أن يرف له جهد. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.